السلام عليكم. اليوم في الشيوات امهات ان شاء الله راح ندلكم لو بان سويس ولا الشنيك ولا كل واحد كيفاش يسميه. هنا العجينه اللي حنستعملها كنت استعملتها في وصفه سابقه اللي هي العجينه السحريه المخمره، العجينه المورقه السحريه المخمره، كنت درت بها الكرواسون لي بتي بان. اليوم راح نديروا بها لي بتي سويس لو بان سويس عفوا. نديروا له شويه تاع الفارين على العجينه دائما ونفتحها على شكل مستطيل. اذا نفتحها على شكل مستطيل العجينه تكون شويه رقيقه كما نعرفوا هذه العجينه فيها الخميره. هنا راني فتحت العجينه تاعي، واش ندير؟ نحكم لا مارغارين تكون طريه ونطليها كامل على الوجه تاع العجينه تاعي، تكون طبقة رقيقة بطبيعة الحال لأنه أصلا العجينة فيها المارغرين تاع التوريق. إذا نديرو طبقة رقيقة تاع المارغرين، يعني نخيرو اللي تكون بدون كوليسترول، يعني راهم كاينين بزاف المنتوجات في بلادنا نخيرو. إذا نطلي كامل الوجه تاعي بلا مارغرين تكون طرية بالظهر تاع الملعقة، راح تجينا سهلة في الخدمة والعجينه تكون شاده روحها، راح تعاونك في العمليه. هنا بعد ما درت طبقه رقيقه تاع الماكارين، هنا عندي السكر البني سكر غو، اللي ما عندهاش تستعمل سكر عادي رغم انه راه كاين، يعني لا ما عندهاش يعني ديروا السكر عادي، لكن هذا السكر البني راح يعطي بنه خاصه يعني لهذا الخبز تاعنا. نديرو له كامل على الوجه تاعو، هنا بعد ما درت السكر البني تاعي حوالي زوج مغارف كبار حتى ثلاثة، نبدا نلوي في هذه العجينة تاعي على الشكل هولي طبيعة الحال، نلوي غير بالعقل. انا نشوفو هنا الملاحظه فقط، هنا اللي يحب الزبيب، انا ولادي ما ياكلوش الزبيب انا عملوش، لكن اللي يحب الزبيب تحكميه يعني ترنخيه، يعني ديري في المظهر عفوا ديري في المظهر حتى يتنفخ، من بعد ترشي حبيبات على السكر باش تلويه. هنا اللي يحب الزبيب، لكن اللي ما يحبش الزبيب كيما انايا ما نحبوش نستغناو عليه بهذه الطريقه. هنا واش ندير؟ نبدا نقطع في الحربوش تاعي بسم الله. هنا الا حبيتوا الحبات تاعكم كبار يعني صغروا في المستطيل تاعكم صغروه شويه، انا ما حبيتهمش كبار بزاف، اذا نقطعهم شويه خشن كما رانا نشوفوا. الطريقة اذا نحكم هذوك اللي خدمناهم نحطهم في السنيوة كما رانا نشوفو ونخبزهم شوية للتحت بهذه الطريقة. الطريقة راح نزيد ونخبزهم للتحت ونسيي دائما هذا الطرف كيفاش ندخلو للتحت باش كي تخمر لنا الحبه والطيب مش راحين يتفتحوا لنا، دائما هذا الطرف ندخلوه للتحت ونخبزو. هنا ورق الطهي مهم شويه في هذه الوصفه هذه لانه السكر يخرج ونخافوا انه يتحرق لنا، لكن بهذه العمليه راح نحسنوا رواحنا بهذه الطريقه. وندير العجينه من تحت، اذا راح نكمل كامل الحبات تاوعي ونخليهم حتى يخمروا مليح ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. انا ها هو الشنيك تاعي بعد ما خمر او البان سويس. هنا حكمت حبيبه تاع البيض اللي كنت خلطتها وندهن كامل الوجه بالبيض تاعنا باش يجينا يعني لونه ذهبي، وندخلو الفرن كنت سخنته من قبل على 180 درجه حتى يطيبوا ويتنفخوا
ونقدمهم لكم في طبق التقديم باذن الله. اذا هاي الوصفه تاعي واجده، راهي طابت مادام راهي سخونه. راح ندلها لا جولي من الفوق. هاد لا جولي كنت خدمتها معكم من قبل تاع التفاح، راح نحط لكم الرابط تاعها اسفل لا فيديو. واش ندير مادام الحلوه تاعي راهي سخونه؟ ندلها بالبانسو على الوجه. اللي ما عندهاش لا جولي تقدر دير اي معجون يكون عندها، اي مربى قصدي، مش ماش ولا اي مربى، ديرو على الوجه تاع هذا الخبز. هذا راح يعطيه لمعه وراح يجي شباب. اذا راح نكمل انا نطلي كامل هاد الخبيزات تاوعي بلا جولي، يعطيها اللون ويعطيها مذاق، ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هي الوصفه تاعي واجده معكم، نتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها باش يعني باش تبنوها وتعرفوا البنه تاعها. تجي روعه، تجي بزاف بنينه، ويجو بزاف خفاف، ويجو بزاف هشاش. هنا راح نفتح لكم حبه باش تشوفوا كيفاش جات في الوسط. بسم الله، هنا مازالهم دافيين البان سويس تاعنا. شوف كيفاش يجي خفيف ويجي مورق ويجي هايل، يجي بنين بزاف. جربوها، ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.